أهلا يا أصدقاء، هذا الكنز اللي الآن بين إيدي يعتبر من أندر المصاحف في العالم. هذا المصحف العماني الذي كتب بطريقة جدا غريبة وعجيبة في إعجاز هندسي مش طبيعي، كتبه العالم العماني عبد الله بن بشير الصحاري الحضرمي في عام 1148 للهجرة. طبعا نتكلم عن تقريبا 286 سنة أو 285 سنة. هذا الكتاب ليش يعتبر، أو هذا المصحف الشريف اسمه طبعا هو مصحف القراءات السبع، ليش يعتبر الأندر، أو ليش يعتبر من ضمن المصاحف النادرة جدا في العالم؟ لأنه هذا الرجل كتبه بطريقة هندسية غريبة. يعني مثلا هو حط في كل صفحة 15 سطر. شوف أولا خطه ما أجمله، وقضية الإبداع في الإعجاز الهندسي إنه كتب مثل ما ذكرت لكم في كل صفحة 15 سطر، لكن إذا بدأ هنا بحرف مثلا الباء لازم يختم في نفس الصفحة بنفس الحرف باء. يعني يمكن هنا ما واضحة كثير، خلينا الحين نوضحها. يعني إذا بدأ هنا بحرف الباء، خلينا نوضح أكثر. أعرف بس موضوع التصوير، إذا هنا بدأ بحرف الباء لازم ينهي في نهاية المصحف أو في نهاية نفس الصفحة بنفس الحرف باء، وإذا هنا في المنتصف بدأ بحرف الألف مثلا لازم مقابل الصفحة في نفس السطر في منتصف الصفحة حرف الألف. يعني قبلهم سبع أسطر وتحتهم سبع أسطر، السطر هذا اللي في النص لازم يقابله نفس الحرف، ألف ألف، عين عين، باء باء، خاء خاء، وهكذا. متخيلين؟ هذا هو الإعجاز اللي هو عمله في هذا المصحف من بداية المصحف إلى نهاية المصحف. لذلك هو يعتبر الأندر، وموجود طبعا في وزارة الثقافة والرياضة والشباب في دار المخطوطات العمانية باسم مصحف القراءات السبع. تحياتي لكم.